قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. صدق الله العلي العظيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل عام وفي مثل هذا اليوم نقف على أبواب ذكرى عظيمة وسيرة عطرة كانت وما زالت مصدر فخر وإلهام واعتزاز لجميع الأحرار في العراق والعالم، ألا وهي ذكرى شهادة آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. وقيمة الذكرى تأتي من قيمة صاحبها وأثره الكبير في العراق، كما إن إحياءها في كل عام بشكل متزامن مع ذكرى سقوط النظام الدكتاتوري يحمل العديد من الدلالات والمعاني. لقد أصبح الشهيد السيد محمد باقر الصدر رمزاً لكل ثائر بوجه الظلم والطغيان والانحراف السياسي والفكري، وكانت أجيال من الشباب الرسالي المخلص ترى فيه أباً روحياً ومعلماً وقائداً ومفجراً لطاقة الرفض والخضوع أمام طوفان التسلط والقسوة. لهذا فإننا ما زلنا حتى اليوم نستحضر المعاني العظيمة والشجاعة النادرة والإصرار على الموقف لدى شهيد العراق العظيم، استحضاراً يدفعنا للوفاء والالتزام بما بذل دمه من أجله، وهو أن يكون العراق عزيزاً سيداً ينعم جميع أبنائه بالكرامة والاحترام بلا تفرقة أو تمييز. فهو الذي قال في ندائه قبل استشهاده: نريد بناء عراق يشعر فيه المواطنون جميعاً على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم بأنهم أخوة يسهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم. وهذا ما نسعى من أجله ونؤكد عليه أيضاً في الذكرى 20 لسقوط الدكتاتورية التي عانى منها العراقيون بكل أطيافهم. إن هذه الوصية العظيمة هي بلا شك تدل على أهمية أن يكون جميع العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، وهو ما وضعته حكومتنا الحالية أمام عينها. فالحكومة التي بنيت على وثيقة الاتفاق السياسي تحتفظ لجميع العراقيين بحق الرعاية والأبوة والنظر إليهم بلا تفضيل أو تفرقة، لأن العراق قوي بمكوناته المتنوعة التي تتلون بها خارطته. كذلك فإن الحكومة الحالية قد رسمت منهاجاً وطريقاً للنهوض بكل مفاصل الحياة في العراق، وهو ما عزمنا على تحقيقه في الأولويات الخمس التي كانت أساس منهاجنا الحكومي، التي تستهدف مكافحة الفساد وخفض الفقر ورفع المستوى المعيشي والإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلاً عن الجوانب الأخرى التي من شأنها أن تحفظ للعراقيين العيش الكريم. وهذا ما يتطلب من جميع القوى السياسية أن تدعم خطوات الحكومة فيه، لأننا جميعاً مسؤولون عن حماية العراق وحماية ثرواته وتوفير أفضل سبل الحياة للعراقيين الذين يستحقون منا أن نصل الليل بالنهار من أجل تعويضهم عن كل ما فاتهم من سنوات القهر والدكتاتورية وسوء الإدارة والفساد المالي الذي صار جائحة تستدعي أن نقف أمامها بكل قوة وبلا تردد. وهذا ما تعمل عليه الحكومة والمؤسسات الرقابية المتخصصة، فالفساد بذرة خبيثة
إن سمحنا لها بالنمو ستحرمنا من مصادر عيشنا وتلوث حياتنا. إلى جانب ذلك، فإننا ركزنا على المضي قدماً في ملفات ذات مساس مباشر بحياة المواطن، فأطلقنا عدة مشاريع ستساعد على الدفع بعجلة الخدمات، ووضعنا المشاريع المتلكي على طريق الإنجاز، وأخذنا بعين الاهتمام شبكات الحماية الاجتماعية ومبادرات التشغيل والتأهيل لشبابنا في كل مكان، ونواصل جهدنا لتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية التي رسمنا وخططنا لها. الحضور الكريم، لقد قدمت حكومتنا ولأول مرة موازنة جريئة وشجاعة لثلاث سنوات، وضعت فيها خططاً شاملة لإعادة تصحيح المسارات الاقتصادية والاستثمارية وتوظيف الأموال في أماكنها الصحيحة، ومراقبة مسار صرف الأموال بدقة، سواء من خلال إشرافنا الشخصي والمباشر أو من خلال اللجان الحكومية التي ستقدم التقارير عن سير المشروعات، لنحفظ بها ثروة العراقيين من أن تطالها يد الفساد والسرقة والعبث. تحية وسلام لتلك الدماء الطاهرة التي رسمت المواقف العظيمة وارتوت بها شجرة الكرامة في العراق، والسلام على شهيدنا الصدر العظيم وعلى كل الشهداء الذين ساروا على نهجه واتخذوه نبراسا لهم في حياتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.